بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، سيما بقية الله في الأراضين والتسديد والنجاح وقضاء الحوائج وشفاء المرضى. هذه الذكرى الأليمة التي نمر بها في مثل هذه الأيام إنما تتعلق بولي من أولياء الله، الناس يتوجهون إليه، يدعى صاحب الكرامات العظمى، يتوجهون إليه الناس من كل بلاد العالم ومن سائر بقاع الأرض، ويجعلونه الوسيلة بينهم وبين الله تبارك وتعالى. توجهوا إليه وطلبوا منه الحوائج، والله تبارك وتعالى لكرامته ولمنزلته عند الله قضى الله حوائجهم. إنه السيد محمد ابن الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، المعروف بسبع الدجيل، هذا السيد الجليل الذي حباه الله تبارك وتعالى بهذه الكرامة، والناس من كل حدب وصوب يتوجهون إلى مرقده الطاهر ويتوسلون به، وتقضى لهم هذه الحوائج المتعسرة والحوائج المتعذرة. أنه السيد محمد الذين يتوجهون إليه كما يتوجهون إلى مرقد الإمام الهادي والعسكري صلوات الله وسلامه عليهما في سامراء، يتوجهون إلى مرقده الطاهر. من هو السيد محمد؟ السيد محمد هو ابن الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الهادي له 5 من الأبناء، من الذكور ومن الإناث. له الولد الأول الحسن، وهو الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وله الحسين، وكان من الأولياء الأجلاء، وهو مدفون الآن إلى جوار أبيه الإمام الحسن، إلى جوار أبيه الإمام الهادي سلام الله عليه. وهنالك أيضا جعفر ومحمد، 4 من الذكور، وبنت واحدة للإمام الهادي تسمى علية. 5 من الأبناء كانوا للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. والسيد محمد اشتهر عند الناس لعبادته وعلمه وكرامته العظيمة عند الله، اشتهار عند الناس عند أصحاب الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. وتعلمون أن هنالك من الأئمة يسمون بابن الرضا، الإمام محمد الجواد كان يسمى ومشهور بين الناس بابن الرضا، الإمام الهادي كان يسمى بابن الرضا، والإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كان يسمى بابن الرضا. إذن هذه كنية للأئمة الثلاث من بعد الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. السيد محمد كان معروف في أوساط شيعة أهل البيت في عصر الإمام الهادي أنه هو سيكون الخليفة من بعد الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على أن للسيد محمد عليه السلام مكانة كبيرة عند الله، إلى منزلة كبيرة ودرجة عظيمة، حتى أن الناس توجهوا إليه، حتى صار مشهورا عند الناس أن السيد محمد هو الخليفة، هو الإمام من بعد الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن مشيئة الله وإرادة الله كانت فوق كل شيء حتى توفاه الله. الناس انصدموا، كيف أنه رحل السيد محمد؟ إذن من الذي هو بعد الإمام الهادي؟ الإمام الهادي وجه الأنظار إلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الذي لم يكن معروفا ومشهورا بين أصحاب الإمام الهادي، وجه الأمر إليه أن الخليفة من بعدي هو الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إذن السيد محمد اللي عنده هذه الكرامة وهذه الشهرة اللي كان بين الناس، طبعا الكل اجتمعوا في تشييعه، وهذه نقطة مهمة جدا، حتى الأمر اللي صار من قبل
فيما يتعلق مثلا بإسماعيل ابن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هذا الأمر لا يصير في هذا المكان، الأمر لا يكون صير هذه الإشكالية أنه لم يمت، وإنما جاءوا بجميع الناس من الأصحاب من الموالين والمخالفين، هذا هو السيد محمد سيدي أبا جعفر وقد رحل من الدنيا. الآن الناس اللي يتوجهون إلى السيد محمد، معروف ما من إنسان يذهب إلى زيارة الإمامين العسكريين صلوات الله وسلامه عليهما إلا ويذهب إلى السيد محمد. السيد محمد كثير من الناس اللي يروحون إلى مرقدة في مدينة بلد، هذه المدينة المؤمنة الموالية المحبة العاشقة لأهل البيت، هذه المدينة التي أثبتت جدارتها وإيمانها ومواقفها أمام التكفيريين، أمام النواصب، أمام أعداء أهل البيت، كيف أن هؤلاء الشباب صمدوا وقفوا وسطروا تلك البطولات في الدفاع عن بلدتهم والدفاع عن ولايتهم وعن إيمانهم وعن انتمائهم إلى أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك نرى أن في 2006 كانوا التكفيريون والنواصب وأعداء أهل البيت في شهر رمضان كانوا يضربون مدينة بلد، هذه المدينة التي عرفت بالسيد محمد سبع الدجيل وقوامها وخدامها من هذه المدينة، كان في وقت أذان الفجر عندما يقول المؤذن أشهد أن عليا ولي الله، كانوا يضربون ويقصفون بالهاون بالقذائف تقع على مدينة بلد، هذا عند السحور وعند أذان المغرب وعند الإفطار أيضا لما يقول المؤذن أشهد أن علي ولي الله، كانوا يضربون القذائف، لأن الذين يقولون نحن من المسلمين ونحن إنما لن ندين بدين الإسلام ونعتقد برسول الله، أنهم يكذبون على الله ويكذبون على الإسلام، هم لا يعتقدون لا دين لهم ولا إسلام لهم ولا يعترفون بالإسلام، وإنما جعلوا الإسلام شماعة للوصول إلى مآربهم. لذلك لماذا تخشون من عبارة أشهد أن عليا ولي الله؟ لذلك السيد محمد وهذه المدينة التي احتوت السيد محمد، ترى أن الناس حتى من أهل السنة، ما أقول هذه الكلمة، بإمكانكم تراجعون الأمانة الخاصة إلى السيد محمد سبع الدجيل سلام الله عليه، روحوا اسألوا الناس اللي من أهل السنة من المناطق التي قريبة من بلد، شلون ذيك المرأة اللي 10 سنوات ما عندها ذرية وإجت إلى السيد محمد وجعلته الوسيلة إلى الله؟ لأن ترى أهل السنة خلينا نصرفهم نبعدهم عن الوهابية، هناك الكثير من أهل السنة لهم محبة إلى أهل البيت، يحبون أهل البيت، يعتقدون بأهل البيت، يحضرون مجالس أهل البيت، ولكن الفكر الوهابي التكفيري، هؤلاء الناس هم الذين يحاولون أن يكفروا جميع المسلمين بما فيهم يكفروا أهل السنة. لذلك جاءت تلك المرأة مثلا، نموذج واحد، اجت امرأة من المناطق المحيطة وتوصلت بالسيد محمد، قالت له سيدي لك مكانة عند الله، هكذا الناس يقولون وهكذا الناس يجون عندك ويأخذون حوائجهم، الآن أنا ما عندي ذرية وصاير لي 10 سنوات وجعلتك الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى، ما مرت أشهر إلا وهذه المرأة المؤمنة الصالحة تصير حامل، لما صير حامل قالت عهد علي بعد الولادة أن من منطقتي ومن قريتي أن أذهب مشيا على الأقدام حافية للسيد محمد سبع الدجيل شكرا لله على هذه النعمة. امرأة من أهل السنة. شوفوا العلامة المجلسي رضوان الله عليه في بحار الأنوار يقول أن هنالك 100,000 امرأة عاقر، ما عاقر يعني شنو؟ يعني راحوا إلى الطب كشفوا قالوا لهم أنت مستحيل يصير عندك ذرية، أنت عاقر ما يصير عندك أولاد أبدا. جاءوا إلى كربلاء إلى هنا عند الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، توسلوا بالإمام الحسين، بركة الإمام الحسين وعطاء الإمام الحسين، اللي العطاء الحسيني صلوات الله وسلامه عليه يشمل جميع العالم، عطاء الإمام الحسين شمل هذه المرأة. وجاءت هذه المرأة وإلى وإذا بها بعد فترة وجيزة تصير حامل 100,000 امرأة في كربلاء، يأتون من سائر البلاد. يقول العلامة المجلسي
أن الله رزقهم الذرية ببركة الإمام الحسين، حتى ينقل أن هنالك من النساء جئنا إلى كربلاء وكنا من الكرد من شمال العراق، امرأة كردية اجت إلى الإمام الحسين وما كان يصير عندها أولاد، توصلت بالإمام الحسين وهي لم تكن هذه المرأة، تعلمون أن الكرد فيهم سنة وشيعة، ولكن كانت هي من أهل السنة، اجت عند الإمام الحسين وتوصلت بالإمام، وبعد فترة زمنية صارت حامل وأنجبت. السنة القادمة في مثل هذا الموعد اجوا معاها مجموعة من النساء، قالت لهم أنا رحت عند الإمام الحسين والإمام الحسين عنده كرامة عند الله تبارك وتعالى، توصلوا بالإمام الحسين هو الوسيلة إلى الله، هذا سيد شباب أهل الجنة. لذلك الله تبارك وتعالى منحها الذرية ببركة الإمام الحسين. إذن أهل البيت الله جعل لهم هذه المكانة، فالسيد محمد كثير من الناس يروحون عند السيد محمد، يمكن يروحون عند بعض الأئمة، ولكن الله تبارك وتعالى جعل قضاء الحاجة عند هذا السيد الجليل، عند السيد محمد سبع الدجيل صلوات الله وسلامه عليه. أريد أن أتوقف وقفة، وهذه الوقفة تخلي علاقتنا بأهل البيت علاقة متميزة. اليوم سيما في العراق أكو مقامات كثيرة جدا، والكثير منا لم يذهب إلى هذه المقامات، يعني اللي هو في بغداد الحمد لله من خلال زيارتي إلى الإمامين الجوادين لاحظ هنالك توجه جيد ومقبول من أهل بغداد إلى زيارة الإمامين الجوادين، قد أتمكن أن أقول أكثر من بقية العتبات المقدسة في العراق، عندهم مو بس يوم الأربعاء ويوم الخميس جمعة وسبت، لا في سائر الأيام أيضا اللي يدخل إلى حرم الإمامين الجوادين سلام الله عليهما يشوف رغم الأوضاع اللي موجودة ترى أنهم يتوجهون إليهما صلوات الله وسلامه عليهما، وهذه أكبر نعمة وهدية وعطاء عظيم، لازم يحافظون على هذه النعمة، المحافظة على هذه النعمة أنه يذهبون إلى زيارة الإمامين الجوادين صلوات الله وسلامه عليهما. بقية الأبناء الأئمة أكو نقطة مهمة لازم نعرفها ونتكئ عليها. أولا النقطة اللي تتعلق بأبناء الأئمة، طبعا بنو أمية وبنو العباس حاولوا النيل من أهل البيت من الأئمة سلام الله عليهم، ما قدروا ينالوا من أهل البيت، ينزلون مقامهم ومنزلتهم عند الناس، لذلك راحوا وين؟ راحوا يحاولون إثارة الإشاعات والأكاذيب والافتراءات على أبناء أهل البيت سلام الله عليهم، مثل زيد النار أو ما يسمى بجعفر التواب أو نعوذ بالله جعفر الكذاب، ومع الأسف أنه بعض كتبنا أيضا تروي هذه الروايات. ذول الأمويون والعباسيون ما قدروا يوصلون للأمة، راحوا إلى أبناء الأمة، حاولوا أن يقللوا من شأنهم، لذلك نرى أن هنالك أمرا من أهل البيت المحافظة على أبناء أهل البيت. حتى بالنسبة إلى محمد بن الحنفية وعدم ذهابه إلى كربلاء، إنما في الروايات كان بتنسيق مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. محمد بن الحنفية ابن الإمام أمير المؤمنين إلى كرامته ومنزلته، عبد الله بن جعفر زوج السيدة زينب عليه السلام أيضا إلى مكانته ومنزلته ودرجاته عند الله. حتى بالنسبة إلى المختار أيضا هنالك بعض الذين يحاولون أن يشوشون على شخصية المختار الثقفي الذي نال هذا الرجل العظيم، نال ترحم الإمام زين العابدين لما خبروا أن المختار انتقم من قتلة الإمام الحسين، قال الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه رحم الله عمن المختار، يعني هذا يدل على أن المختار أيضا له كرامة ومنزلة. طبيعي المختار اللي ينتقم من أعداء الإمام الحسين من بني أمية، تصور التأريخ اللي كتبوا بني أمية الآن تصورون راح يسكتون؟ ما راح يسكتون أبدا، بني أمية يسكتون إلى شخصية مثل المختار اللي قتل كثير من قادتهم، ما راح يسكتون أبدا، يحاولون دائما أن يشوشون على شخصية المختار الثقفي. لذلك فيما يتعلق بأبناء أهل البيت هذه الملاحظة الأولى، لازم إحنا نتعامل مع أبناء أهل البيت ومع أصحاب أهل البيت اللي أصحاب أهل البيت لهم هذه الكرامة والمنزلة، وما عليك بالناس اللي يتكلمون بالصحابة
وأهمية الصحابة وأن احنا ندافع عن الصحابة وعن قدسية الصحابة، هذا كل كذب وافتراء. والدليل هذا حجر بن عدي توجه إلى قبره، والكل يعلم والتاريخ يسجل هذه الحقيقة أن حجر بن عدي ذلك الصحابي الجليل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين هذا حجر مو صحابي لرسول الله، شلون تعتدون على قبره، تهدمون الضريح وتحفرون القبر؟ كما ذكرت أنهم لم يصلوا إلى الجسد الطاهر إلى حجر بن عدي، ما يقدرون يصلون، لا مستحيل يقدرون. الله تبارك وتعالى جعل حماية، حتى البعض اليوم عبر المنتديات وعبر الفيسبوك انتشر الصورة، يقولون هذه صورة لإرهابيين، يقولون هذه صورة حجر، هذا كله كذب وافتراء. أنا أقول إلى متى احنا نبقى سذج وينطلي علينا كل كذبة، كل كلمة نسمعها نقول هذا الكلام صحيح؟ يا أخي من وين جبت هذا الكلام أنه صحيح؟ شوية تأملوا الكلمة نسمعها، واحد كتب لنا عبارة أنه هذه العبارة دزها إلى 8 إلى 10، وإذا ما دزيتها راح يصير بيك بلاء، وإذا دزيتها راح تسمع خبر جيد. من وين هاي الأكاذيب؟ من وين هالافتراءات؟ إلى متى الإنسان يكون ساذج في الجانب العقدي والعقائدي وفي عقيدته بأهل البيت ولا لأهل البيت؟ اليوم مو كل كلمة نسمعها، أنا وصل لي مسج بدون ما أتأمل، أو عندي واتساب زين وصلتني معلومة أشيل هاي المعلومة أبعث لكل الناس. يا أخي تريث، انتظر، لا يكون أي معلومة توصل عندي أسأل هذه المعلومة شنو مصدرها، منو اللي باعثها، بعدين أكون سبب في نشر الخبر الكاذب، وهذا به تبعات سيئة وهذه مسؤولية شرعية. لذلك اليوم أكو هنالك عمل إعلامي كان من عهد معاوية وإلى الآن، هذا صحابي جليل لرسول الله وصحابي لعلي صلوات الله وسلامه عليه، شفتوا شنو سووا بقبره، شنو إهانة سووا، شنو انتقام من رسول الله. هذول اللي يقول لك احنا ويا الصحابة، وبعدين تعال مالك بن نويرة من هو، سامع عنا منه مالك بن نويرة، ذلك الرجل الذي لم يبايع، ما بايع أبو بكر، ليش ما بايعه؟ قال لأنه أنا حضرت في واقعة الغدير، في غدير قم، وسمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. زين هذه موجودة، قال أنا شفت وأنا حضرت وأنا بايعت علي بن أبي طالب يوم الغدير، شلون بعدين أجي أتغير؟ شلون أقول أن أبا بكر هو الخليفة وأنا أعتقد ونظرت وبايعت علي بن أبي طالب أنه هو الخليفة؟ شن سوى بي خالد بن الوليد؟ هذا اللي يسميه، اللي يسموه سيف الله المسلول، شنو سوى بي خالد؟ يا أخي اقرب التاريخ، صير منصف، كافي هذا التعصب الأعمى، كافي هذا السوادة، يوم اللي ألبس نظارة سوداء أنظر إلى الحياة كلها سوداء. شوية خلي نكون على بصيرة، شوية خلي نتأمل بصدق. هذا لم يكن، ألم يكن مالك بن نويرة صحابي لرسول الله؟ شلون يروح خالد مع جيش يقول له احنا جايين عندك إلى قبيلته، يقول له جايين في هذه الليلة ونريد نروح إلى مكان آخر نبات هذه الليلة، غدر به، قتل خالد مالك في تلك الليلة وارتكب الفاحشة مع زوجته، أي صحابي هذا؟ أي صحابي هذا يرتكب الفاحشة؟ تدافعون عن من؟ تدافعون عن من؟ هل مجرد أن يكون صحابيا صار عنده هالمنزلة وهالكرامة وهالدرجة؟ لذلك لابد أن يكون لنا وعيا في سائر شؤون الحياة، في التاريخ، في العقيدة، في الفقه، في الجانب، كل الجوانب المعرفية للاطلاع على كل ذلك. بعد الفاصل نتواصل معكم إن شاء الله وحديثنا عن السيد محمد سبع الدجيل، ونتلقى اتصالاتكم إن شاء الله، كونوا معنا بعد الفاصل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا خالق الأكوان، يا واسع السلطان، يا مبدع الإنسان، يا منزل القرآن،
يا منزل القرآن، يا خالق الأكوان، يا واسع السلطان، يا مبدع الإنسان، يا منزل القرآن، يا منزل القرآن. لا حول إلا ك يا واسع السلطان، لا قوة إلا ك يا رب يا رحمن. لا حول إلا ك يا واسع السلطان، لا قوة إلا ك يا رب يا رحمن. لا منجي إلا ك يا منزل القرآن، لا منجي إلا ك يا منزل القرآن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يا الله يا أنت الملاذ لوحدتي ومجيري، أشكو إليك تألما وتظلما، يا عالما بسريرتي وضميري. من لي سواك راحم يا سيدي، أنت المعين لوحدتي ونصيري. الله يا الله يا الله يا الله، الله سيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وحفظه الله بهذه الكرامة وبهذه المنزلة العظيمة. فيما يتعلق بأبناء الأمة وأصحاب الأمة أيضا، إذن النقطة الأولى أن لا نصدق ما يقال عنهم، هذه نقطة كلش مهمة. ولا ننسى أن هنالك بعض الكتب وبعض الأقلام من بني أمية وبني العباس حاولوا يشوهوا مكانة ومنزلة أهل البيت، واحنا بالنتيجة أيضا مع الأسف أنه بعض كتابنا من الشيعة أيضا صاروا يأخذون بعض المصادر وبعض الروايات الضعيفة ويسجلوها ويدونوها عندهم. النقطة الثانية فيما يتعلق بأبناء الأمة وأصحاب الأمة، اللي سيما في العراق نلاحظ أن هنالك الكثير من المقامات، الكثير من أبناء الأمة، يعني في ديالة فقط، في ديالة هذه المنطقة اللي العادة أهل ديالة هم اللي يتوجهون إلى هذه المنطقة، وأشيد بأهل هذه المنطقة أهل ديالة وأهل الكركوك وهذه المناطق المجاورة إلها بصمودهم وبإيمانهم وبدفاعهم عن العقيدة وولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فقط في ديالة من أبناء الأمة أكثر من 100 مرقد، 116 مرقد لأبناء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كم واحد اليوم من الناس قصد هذه المراقد المطهرة؟ أيضا هنالك المقامات للأئمة سلام الله عليهم، مثلا أن هنالك حتى هنالك رواية من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، من طريق الكوت وأنت متوجه إلى النعمانية، هنالك قريب منطقة النعمانية هنالك مقام
للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا مقام الإمام المهدي، حتى هو الإمام أوصى بالمجيء إلى هذا المكان والصلاة في هذا المكان وزيارة الإمام والدعاء والتوجه إلى الله تبارك وتعالى في مقام الإمام المهدي بمنطقة ومدينة النعمانية. أو ننظر إلى مثلا إلى المدائن ومرقد الصحابي الجليل سلمان المحمدي، أو بقية مناطق المناطق اللي فيها مقامات أهل البيت اللي تحتاج إلى توجه أكثر. عندنا في بغداد من باب المثال هنالك مقامات أربعة للسفراء الأربعة للإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه المقامات الأربعة تدرون السفراء كم لهم مكانة ومنزلة عند الإمام اللي الإمام اختار هؤلاء السفراء، وأربعتهم موجودين في بغداد. أيضا مسجد براثة، مسجد براثة كل إنسان مؤمن موالي أينما يكون في بلاد العالم لازم يروح إلى مسجد براثة وينظر إلى تلك المعجزة التي جرت على يد الإمام أمير المؤمنين مع ذلك الرجل اليهودي والذي أسلم على يد الإمام واستشهد مع الإمام مع جيش الإمام في صفين. كل هذه المقامات تربطنا بأهل البيت ارتباط كبير، والإنسان بالنتيجة عنده حوائج ولكن لا يعلم أين تقضى هذه الحوائج. الإنسان تارة يتوجه إلى الإمام الحسين، إيش كثر من الناس يقولون إحنا ماكو زيارة ما زرناها، زيارة عاشوراء داومنا عليها، دعاء الأمن قرينا، جينا للزيارة توسلنا سنة سنتين. بالنتيجة هذا اختبار، هذا اختبار من الله تبارك وتعالى. إحنا علينا أن نتوجه إلى الله، ولكن المصلحة في أي شيء الله هو الأعلم. لأن الإنسان المؤمن مشكلة الإنسان لما عنده مشكلة يتوجه إلى الله، يدعو الله تبارك وتعالى، يبدأ بهذه الختمات، ولكن يوم اللي ما عنده مشكلة تشوفه يبتعد من الله تبارك وتعالى. فهذا لمصلحة الإنسان، الله يبتلي العبد وينزل عليه الابتلاء. ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وفي رواية أخرى إن الله إذا أحب عبدا، يعني هذه المصيبة وهذا البلاء وهذا الاختبار مو معناته أن الله ينزل عليه البلاء، ينزل عليه البلاء لغضبه، لا، وإنما الإنسان المؤمن، شوفوا التاريخ، شوفوا الأنبياء، الأنبياء اللي هم رسل من قبل الله تبارك وتعالى كم لهم منزلة ومكانة وكرامة عند الله تبارك وتعالى. هذا نبي الله إبراهيم عمره 90 سنة ما عنده ذرية. هسه واحد يقول الآن 5 سنوات و10 سنوات ما عندي ذرية، أو مثلا إحنا مجموعة من البنات في بيت واحد، كل ما يجي واحد يخطبنا يدخل إلى الدار ويطلع برا وما تصير هذه الشغلة، أو البعض لا تصير إلى قضية كتب الكتاب والعقد وبعدين تخرب الشغلة. كل الأمور شنو نقول؟ نقول إنه إحنا هذه ما هي مجموعة ناس مسوين لنا سحر، وأكو علينا مثلا سحر معين وجماعة بيتينا. كل هذه أمور ما لها واقع أبدا، السحر موجود وحقيقة، ولكن اليوم هذه ما يسموها إخفاقات. اليوم شوفوا كل الناس، هذا الشيء طبيعي، الناس يروحون لبيوتها ويخطبون أبناتهم وما يصير هذا الشيء. إذا الإنسان أن يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى. الآن نحن نستقبل اتصالاتكم إن شاء الله وبعونه تعالى. هذه نقطة مهمة أن الإنسان أن يكون على حذر واهتمام كبير. الحمد لله أول اتصال جانا من أهل ديالة الأوفياء لأهل البيت، أختنا أم فاطمة من ديالة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليك شيخنا. الله يبارك فيكم، حياكم الله. نعم الله يسلمك، الحمد لله، تفضلي. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشارة سيد محمد سبع الجزيرة. وأجورنا وأجوركم إن شاء الله، حياك الله أختي، هلا بيك. شيخنا أريدك تدعينا وزور بلدنا. إن شاء الله. يلا يا يعني إن شاء الله. يزور يعني بلدنا يكون دعاء أختي ذكرى. إن شاء الله، أدعو إلى أختك وأدعو لكم. مشكلتنا إن شاء الله. وأزور عنكم نيابة إن شاء الله، إن شاء الله عند الإمام الحسين وأخيه. قمر العشر، الله يبارك فيك، حياكم الله، أهلا وسهلا. فإذا أم عيسى، عيسى وأم عيسى، أختي أم عيسى من البصرة، تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا انا منك بس ندعي للامام الحسين ان شاء الله. ادعو ليش عند الامام الحسين بقضاء الحوائج ان شاء الله. وان يفرج ان شاء الله. وان يفرج الله. عندي حاجه يعني كبيره كبيره نقدر عليها ان شاء الله. عند الله ماكو شيء كبير، عند الله تبارك وتعالى كل شيء باراده الله، كبير وصغير كله يقضى ان شاء الله. ان شاء الله. شيخنا عندي بعد سؤال ثاني. نعم. الإمام علي يقول المرأة كنعا عند الرجال إذا شاء، يعني شنو معناها؟ شنو عيديها الرواية؟ الإمام علي يقول المرأة عند الرجال كنعا إذا شاءوا. على كل حال بس خلي أقول لك نقطة كلش مهمة، يعطيش العافية أم عيسى من البصرة. أقول لك نقطة كلش مهمة بالنسبة إلى الروايات التي تنقل عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وحتى الروايات الواردة عن أهل البيت لازم نتيقن هل أن الرواية أولا هي فعلا صدرت من الإمام أمير المؤمنين. النقطة الثانية لازم نتأكد من دلالة الرواية، من عبارة الرواية، لأن هنالك روايات كثيرة تنسب إلى أهل البيت. حتى لو نسبت وصدرت من الإمام، بيان الرواية يعني شرح الرواية دلالة الرواية حقيقة مهمة. مشكور. الله يبارك فيكم إن شاء الله. الأخت بشاير من سلطنة عمان تفضلي. الأخت بشاير من سلطنة عمان يمكن انقطع الخط. الله يبارك فيكم. هذه نقطة مهمة، أن الروايات تقول أن الله إذا أحب، هذه رواية ثانية، هذه رواية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الله إذا أحب عبدا غته في البلاء غتا. طبعا الإنسان ما يتحمل، الإنسان هو هسه الناس يقولون احنا ما نتحمل، يعني ايش قد عندنا طاقة نصبر ومشكلة وورا مشكلة، احنا الإنسان عنده طاقة معينة وما يتحمل هالمصائب. لا، الإنسان لازم اكو عندنا احنا شيء يسموه، التفتوا معاي شوية، أكو عند الإنسان يسموه ضمير الواعي، وأكو شيء يسموه العقل الباطن. الضمير الواعي هو الذي يورد المعلومة، انتبهوا جيدا، الضمير الواعي يورد المعلومة إلى العقل الباطن، العقل الباطن يحتفظ بالمعلومة ويبدأ يكرر هذه المعلومة. هسه الإنسان يقول أنا دائما فاشل، أنا على أي شغلة أخلي إيدي الذهب يصير حجر والحجر يتفتت يصير تراب. يعني اكو ناس سلبيين دائما ينظرون الى الجانب المظلم من الحياة، يقول انا انسان فاشل. مو بس هو، اكو ناس وياه ايضا، يعني الانسان حتى اذا كان هو فاشل الناس لازم يوقفون وياه يقوون معنوياته، لا انت انسان تنجح وحياتك مستقبلك وولد وطول بالك واصبر وفشلت وحاول مرة وثانية وثالثة. هذا الضمير الواعي الذي يأتي بالمعلومات الى العقل الباطن اللي يعطي معلومة، عقل الباطن هو يحتفظ بالمعلومة ويبدأ يكررها. شايفين واحد دائما يقول أنا إنسان فاشل، أنا إنسان مو ناجح، أنا على أي شيء أدخل ذلك الشيء يسكر عندي، تنغلق الأبواب أمامي. أبدا، هذا العقل الباطن إحنا مطين. العلوية أم فراس من بغداد تفضلي. يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا. شلونك يا عبد؟ شلون صحتك؟ الحمد لله، الله يبارك فيكم، حياكم الله. نعم، نعزيكم بهذه المناسبة الأليمة. عظم الله أجركم. أجركم الله يخليك شيخنا. الله يبارك فيك. كانت عندي دائما صلاة، عندي ما سؤال هو صلاة أنا يعني عندي ما أبغى فأصليها بالليل، صلاة الليل أسويها. سعبيش تصليها صلاة الليل؟ سعبيش تصليها؟ أصليها الساعة الواحدة لا أذان الفجر. نعم، هذا السؤال. وعلي سؤال بعد؟ بعدين أسوي صلاة الشفعي والوتري صراحة. صحيح. هاي شوفي أم فراس، صلاة الليل أفضل وقت. نعم، اسمعيني اسمعيني عن طريق الهاتف. ألو شيخنا؟ إي أسمعك أسمعك أم فراس، أسمعك أختي. شيخنا؟ اي وياك سمعت. اي سمعت. اي نعم شيخنا. بلي. اي نعم اسمعي. نص صوت التلفزيون. اي نعم اسمعك انا اسمعك.
اي عيني في دول عينك الله يطول عمرك. قبل قبل مده قبل شهر يوم خبرتك كنت بازمه ودعيت يم الامام الحسين وفرج هم بنتي. هذه بركات الامام الحسين، هذه بركات سيد الشهداء. وهسه اني امه قاعد ضيق ورجلي مريض كلش واقع ضيق دين، فاطلب من عندك هذا الطلب ليله الجمعه وليله ان شاء الله الشهر هذا ان شاء الله ان شاء الله بركات سيد الشهداء. الله يرضى عليك ان شاء الله ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. الله يوفقك الله يحفظك. بالنسبه الى مع السلامه مع السلامه حياك ان شاء الله حجيه. بالنسبه يلا الى يلا انا اسمعك مع السلامه حياك الله. بالنسبه الى صلاه الليل نقطه مهمه قبل الفجر، بس لحظه لو سمحت كنترول، بس لحظه كنترول خل اعطي الجواب. بالنسبه الى صلاه الليل قبل افضل وقت لها قبل صلاه الفجر او منتصف الليل على الساعه 12 12 ونص بالليل، اذا واحد يريد ينام وما يدري يمكن ما يقعد قبل صلاة الفجر، حتى إذا بالتسعة بالليل أريد أنام أقدر أصلي صلاة الليل بما فيها الوتر والشفع وأنام، ما في إشكال صلاة الليل حتى نقدر نبكرها ونقدمها. الأخ أبو علي من وين؟ الأخ علي من بغداد، تفضلوا. تفضل أخي. السلام عليكم شيخنا، شلونك؟ عظم الله اجرك. عليكم السلام، على كيفك؟ عظم الله اجرك شيخنا، شلونك؟ الله يبارك فيك، ما اسمع صوتك، ما اسمع صوته مو واضح. السلام عليكم شيخنا، شلونك؟ كنترول ما اسمع صوتك، ما اسمع. خلي اعيد الاتصال. نعم. نعم. بالنسبة للأخ علي انقطع الاتصال، لو سمحت لما تتصل أولا نص صوت التلفزيون وبعدين اتكلم بهدوء علشان أقدر أسمعك ونقدر نوصل والمستمعين أيضا يستمعون إلى صوتك. فإذا هذه نقطة كلش مهمة لازم نلتفت إليها، أن الابتلاءات التي تنزل على الإنسان يبقى الإنسان يدعو الله، يدعو الله، يتوسل بأهل البيت سلام الله عليهم. يعني إذا أنا قريت سويت ختمة لزيارة عاشوراء 40 يوم وما انقضت الحاجة، أسوي مرة ثانية وأسوي مرة ثالثة وأنا أقنع نفسي، يعني هذا الضمير الواعي أقول أنا لازم أحاول. الأنبياء مروا بابتلاء ولا أما مروا يعني أكثر من الأمة، أكثر من الإمام أمير المؤمنين يقول اختبرني الله وامتحنني الله قبل وفاة محمد في 7 مواطن وبعده ب7 مواطن. يعني هذا الاختبار والابتلاء موجود للإنسان ويرفع من درجات الإنسان عند الله تبارك وتعالى، يقربه إلى الله، يجعل الإنسان مكانه ومنزله كبيرة عند الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان هو هذا الاختبار يصقل شخصية الإنسان. أختي أم علي من بغداد تفضلي. أم علي. لا لا كلمة. تفضلي حياك الله. من بابل من بابل. تفضلي أم علي حياك الله. الله يسلمك. من بابل من بابل المحافظة. والنعم بالزاد. والنعم بيش والنعم بيش تفضلي. الشيخ احنا نريد من الدعاء تدعي لنا تحت قبة الحسين وانت الشيخ فاضل واحنا دائما نتابع مخابراتك ونتابع حكيك وانا ابيك تدعي لاولادي وتدعي لابوي يعني شوية تعرف هذا الوقت الحريق وقت صعب يعني بالنسبة للشباب يعني ان شاء الله ادعو لهم جميعا. اي والله يا اخي والله شوف ارجعي الولا يعني هو ما له دوام ومداوم صعب ان شاء الله. الله يبارك فيك حياك الله. اختي ام علي من بابل، اسال الله قضاء الحوائج ان شاء الله والله ينور قلوب ابنائك بالخير والتقى والهدى. طبعا اليوم يعني هذه الاغراءات اللي موجوده وهذه الميول الموجودة عند الشباب وهذا طغيان الغرائز اللي موجودة عند الشباب، الشباب يحتاجون إلى احتواء أكثر، يحتاجون إلى اهتمام أكثر، يحتاجون إلى رعاية أكثر. يعني اليوم مع الأسف نشوف كثير من شبابنا ساعات فراغهم بدل ما أنه اليوم تكون عندهم ثقافات دينية ثقافة توعوية، تلاحظ الكثير من الشباب مقضي أوقاته بالبلياردو. كثير من شبابنا، أنا ما أقول بلياردو، البلياردو حلال مو حرام، ولكن يومية تشوف هناك قاعد وتوجهه كله إلى هذه اللعبة، مو كل يوم كل يوم. بعدين يشوف هالقهاوي مليانة إلى منتصف الليل قاعدين ذول الشباب ويأرقلون وبيدهم نرقيلة. يعني تلاحظ أنه شبابنا وهالعمر هذا وهاللحظات
الثمينة في حياته. الإنسان لازم يربي نفسه ويعلم نفسه ويقوي نفسه. الأخت زينب من واسط، تفضلي أختي. أخت زينب تفضلي وياك، أنت على الهواء مباشر. زينب أنت مع الشيخ. زينب سمعين أنت ويا الشيخ. على كل حال انقطع الاتصال. فاليوم شبابنا يحتاجون إلى اهتمام كثير. يعني اليوم احنا في الجانب من عنده، اليوم الخطباء الله يحفظهم يحاولون عبر هذه الرسائل الإيمانية التوعوية يوعون، ولكن اليوم الخطيب ساعة، ساعة بالسبوع، ساعتين بالسبوع، ثلاث ساعات بالسبوع، ولكن اليوم هذا الولد موجود دائما في داخل الأسرة. اليوم لازم نشجع احنا اليوم هذه الثقافة، ثقافة أهل البيت، الثقافة الإيمانية لازم تنتشر. اليوم لازم مساجدنا مو بس صلاة جماعة وانتهى كل شيء، لازم اليوم تبدأ دورات، دورات ثقافية توعوية. خلوا اليوم أولادكم يروحون للمساجد، خلوا اليوم بناتكم يروحون للحسينيات، في داخل بيوتكم سووا دورات ثقافية. خلي ذولا بناتنا وأولادنا لا يأخذون ثقافتهم من الفيسبوك فقط، لا يأخذون ثقافتهم من المنتديات. السيد زيد من بغداد، تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله لك الأجر شيخنا. عظم الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله. الله يطيب أنفاسك. إنه الله يبارك فيك، حياك الله سيدنا. شيخنا أنت طبعا أنت علم من أعلام المذهب طبعا. أستغفر الله، احنا نقتدي فيك. احنا أقل الناس، أقل الناس أخويا. الله الله يبارك، الله يبارك فيك عزيزي تاج راسي. شيخنا الله يوفقك إن شاء الله ويخليك لنا ذخر، ويخليك لنا إن شاء الله داعية تدعي بالخير بالصحة والسلامة. الله يبارك فيك، الله يوفقك سيدنا. بس ألتمسك الدعاء من جد الإمام الحسين إن شاء الله. الله الله يبارك فيك شيخنا، يطيب أنفاسك إن شاء الله بحق الزهراء عزيزي سيدي. اللهم الله يبارك فيك، وأحب أعزي الإسلام والمسلمين، وألعن كل من لعن الزهراء ومن كل من شارك في ظلم الزهراء. سلام الله عليه مولاتي. نعم سلام الله على الزهراء. الله يبارك فيك والله يلعن ظالميها إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يلعن كل من ظلم الزهراء حق الحسين وأصحاب الحسين، ولعن الله كل من سرق السقيفة من مولانا الإمام علي سلام الله عليه. صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيك. الله يبارك فيك، الله يوفقك إن شاء الله. طبعا يعني الكنترول ما يعطيني مجال الإجابة، ما يخالف. الأخت أم علي من ذي قار، تفضلي. أختي أم علي تفضلي، تعال الهواء. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا ممكن يعني كم صور؟ نعم اي تفضلي. اي تفضلي وياك، تفضلي. اي تفضلي أم علي، تفضلي. في احنا بالنسبة الى يعني ما بقى في يوم لك يعني في ليلة عرس يعني بعض الاحيان يقول يعني واجب عليه يعني تسقط عليها الصلاة، هل هذا صحيح يعني؟ شنو بس ما اسمع السؤال اشتين، ممكن تعيدين؟ صلاة يعني المرأة ليلة عرسها يعني بس ليلة عرسها ليلة عرس يعني يقول تسقط عليها الصلاة ليلة عرسها، هل هذا صحيح يعني ما واجب عليه الصلاة ليلة عرس؟ والله ام علي ما قاعد اسمع صوتك، ما قاعد افهم صوتك اصلا، ما ادري شنو قاعد تقولين، صوتك مو واضح عندي. الو. اي نعم. الو. اي شوي شوي تكلمي شنو؟ انا سامع، انا سامع شيخنا. اي اسمعك انا بس الكلمات مو واضحه عندي. شنو سؤالك عيدي؟ بالنسبه يعني البنت بينت على الشيء. البنت ايش بيها؟ اي بينت على الشيء يعني بينت لزفافها. ذهب لزفافها. مو؟ اي نعم، اي نعم. ايش بيه ذهب لزفافها؟ يعني بعض من الماء يعني بعض الاحيان يقول بنت شغال صار بيت الزفاف، يعني هذا يعني تسقط عليه الصلاة أم لا؟ كنترول إذا تسمع تسمع السؤال الصلاة الصلاة بس لحظة 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 لو سمحت كنترول إذا تفهم السؤال عيد السؤال أنا سمع كنترول أيضا ما أفتهم السؤال أختي أم علي ممكن تتصل مرة ثانية مخارج الحروف عندك مو واضحة عندي ما قاعد أفهم السؤال بصورة واضحة لذلك أكو نقطة مهمة جدا لما نتصل مكان اللي توقفون به هذا الموبايل يمكن الإرسال يكون ضعيف أكون بعيدة عن التلفزيون أو نص صوت التلفزيون علشان نقدر نفهم السؤال بصورة جيدة فهذه نقطة كلش مهمة اليوم احنا بيوتنا هذه البيوت لازم ما نعتمد اليوم على التلفزيون يعني اليوم احنا لازم نعتمد على البث المباشر ونعتمد على المحاضرات هذه جيدة ولكن لازم نعمل عمل استراتيجي عمل أساسي في داخل بيوتنا لازم اليوم يعني أضرب مثال لكم مثلا اليوم أهل المدينة شيعة أهل البيت في المدينة المنورة رحت زرتهم
وفعلا نظرت أن أولادهم متربين تربية إيمانية ولائية، مربين أولادهم من ذكور وإناث، حتى الصغار عندهم ذلك الولاء، تلك الكلمات. أتذكر أول مرة قرأت في المدينة المنورة خلف مسجد قباء، قرأت مجلس هناك، أطفال صغار يمكن كانوا لي مجلس كبير، الواجهة كان قاعدين حوالي 40 طفل. لما قرأت ماذا على من شم تربة أحمد، وقرأت مصيبة الزهراء، هذول الأطفال الصغار يشوف طفل عمره 6 سنوات 7 سنوات يردد هذه أنشودة، يردد هذه أنشودة ودموعه تنزل ويبكي على السيدة الزهراء سلام الله عليها. اليوم أولادنا يحتاجون تربية إيمانية. تعالوا اليوم نقرب أولادنا إلى أهل البيت، أجيب ابني أقول له هذا الإمام الحسين من هو، تعال ابني أعلم يصلي ركعتين، لما أزور ما أخلي الطفل يروح يلعب بالصحن ويلعب برا، لا أجيبه أوقفه قدامي، الزيارة أخففها على مود هذا الولد. تعالوا اليوم نربط أولادنا أكثر شوية، نشتغل أكثر عليهم، خلي نربطهم بأهل البيت أكثر، بشعائر الإمام الحسين نربطهم أكثر، نسوي هذه المجالس البيتية. يعني أولاد عمرهم 10 سنوات خلي يسوون مجلس هيئة في كل مكان، كل الدول، كل المحافظات، أولادكم خلي يسوون دورات وهيئات في البيوت. إذا بالليل صعب أول بعد المغرب مباشرة أو العصر، لا تقول اليوم عنده دراسة، تشوف الطفل يلعب 10 ساعات باليوم الأبو ما يقول عنده دراسة، تشوف الطفل أوقات كثيرة من أوقاته قاعد على التلفزيون أو أوقاته يروح لهوا وما له علاقة أبدا الأب. يوم اللي تقول له تعال تجيبه للزيارة يقول لا عنده دراسة، مو شلون دراسته. يوم اللي تقول له تعال سوي له مجلس خلي له مساحة قليلة للتوعية الإيمانية يقول لا ما يصير، شلون يعني احنا بس نوصل للدين نعطي أولادنا ثقافة دينية نسوي الدين بعبع؟ يوم اللي هذا الولد يكبر بعدين ما تقدر عليه، صلاته ما يعرف يصلي، وضوءه ما يعرف يتوضا، الأمة ما يعرفهم، تشوف علاقته سطحية، يقع في العادات المنحرفة، يقع في الشذوذ الجنسي، يوقع في كثير من المشاكل، وانت مسؤول عنه أيها الأب، وانت أيتها الأم. خلي أولادكم اليوم الآن الصيفية قادمة من الآن، اليوم لازم أولياء الأمور المربين الناس اللي المسؤولين في الحسينيات والمساجد لا تغلقوها، افتحوها للشباب، افتحوها للمراهقين، سووا دورات، ابعثوا أولادكم، ابعثوا بناتكم، خلي يعرفون ثقافة أهل البيت. خلي هذه مرحلة، ترى ما عندنا وقت، احنا ما ندري الأمور شلون راح تصير بالمستقبل، اليوم هذه فرص، اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. وهذه ثقافة أهل البيت لازم نكملها. اي نعم تفضل الأخت خديجة من ديالة، تفضلي الأخت خديجة من انقطع الاتصال، الله يبارك فيكم. على كل حال أكو اتصالات قاعد تجي ونحن نعتذر، يمكن بعض الأوقات تصير إشكالية فنية في استقبال الاتصالات. هذه نقطة كلش مهمة، أنه اليوم نحتاج، أنا الأب ما أقدر أربي ابني، ما أقدر أوجهه. ترى اليوم مو بس المادة، مو يوم تجيب له بس ثياب، اليوم توديه بس للمدرسة جزاك الله خير، جبت له طعامه وأكله، لازم تهتم بكل هذه الجوانب. الأخت ابتسام من كربلاء، تفضلي. ألو، السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا ممكن تدعي لنا يا إمام الحسين عليه السلام؟ إن شاء الله. أنت خوف في كربلاء بعد عند الإمام الحسين؟ أي والله، بصفك الإمام الحسين بس مريضين وما نقدر. إن شاء الله أدعو لك عند الإمام الحسين هذه الليلة أن تقضى حوائجك وأن الله يمن عليك بالصحة والعافية والشفاء إن شاء الله. الله يبارك فيك، حياك الله. الأخ حازم الحلة، تفضل. أخ حازم تفضل. أتصور عندنا إشكالية في موضوع الاتصالات. على كل حال أنتوا جربوا أكثر من مرة في الاتصال، حتى إذا انقطع الاتصال حاولوا تكررون الاتصالات مرة ومرة ومرة. السلام عليكم. إيه صار الاتصال، تفضل. عليكم السلام حازم، تفضل. تفضل حازم. شيخنا سؤال بلا زحمة. تفضل خويا. ألو. إيه تفضل أنت على الهواء. بعد عين صحيح إذا أنا أصلي وزوجتي طلبت مني الدعوة تفضل صلاتي. زوجتك شنو طلبت؟ صحيح أنا أصلي وزوجتي اختفت من قدامة تبطل الصلاة؟ لا ما تبطل الصلاة، ما تبطل الصلاة، لا صلاة مبطلة. زين نص صوت التلفزيون. عندك سؤال آخر؟ نسألكم الدعاء شيخنا عند الإمام الحسين رحمه الله. الله يبارك، أدعو لك عند الإمام الحسين بخير الدنيا.
والآخر والآخرة إن شاء الله. الأخت مها من بابل، تفضلي أخت مها أنت على الهواء. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا حابة أنتقي يعني أحكي ويا الشيخ. أي شيخ وياك، تفضلي أختي وياك مباشرة، أنت على الهواء تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. شلون الصحة شيخ؟ الله يبارك فيك، حياك الله أختي. شيخنا عندي سؤال إلك يعني إذا أي تفضلي. أنا يعني من أطلع ألبس جبة ويقولوا لي جبة حرام، فأنا يعني حبيت أسألك وتشيرك بها، بس أنا يعني جبتها كلها سوداء يعني حتى لا مفتوحة ولا أبد. شنو الجدة؟ ما سمعت. الجبة الإسلامية يعني. الجبة؟ يعني إيه من أطلع يعني ألبس جبة إسلامية. إيه نعم. شوفي نعم، بعد عندك سؤال إيه. آخر؟ لا هاي. خليش معي على الخط، خليش معي على الخط. شوفي اليوم الإسلام يقول أن يكون لباس المرأة لباسا ساترا يستر المرأة. الجبة إذا كانت عريضة وغير مخصرة ولا تظهر المفاتن فلا إشكال فيها، بالعكس شيء جيد. نعم احنا دائما نقول اللباس على عدة طرق، يعني اليوم الحجاب ترى مو بس جبة، روحوا لدول أوروبا وروحوا لدول ثانية تشوفون كل مجتمع على نموذج من الحجاب الساتر. بالنسبة إلى الحجاب احنا نقول الجبة ما فيها إشكال، ولكن الحجاب الأفضل والأمثل هو لبس العباءة الزينبية، مو غير عباية، العباية الزينبية هم كعفة هم نعم. كجمال أفضل من بقية الأمور. طبعا المرأة كل ما تكون مستورة أكثر كل ما يكون أفضل، والعباءة هي أفضل من الجبة، ولكن الجبة إذا كانت فضفاضة ما فيها إشكال أبدا. نعم. شكرا حياك الله. حياك الله، الله يبارك فيك. الأخت أم حسين من البصرة تفضلي. أي نعم الاتصال الأخير هذا. أختي أم حسين من البصرة تفضلي. زين ممكن تعطونا اتصال آخر لأنه انقطع الاتصال. على كل حال هذه نقطة مهمة، نقطة مهمة أنه نلتفت اليوم إلى هذه البرامج التوعوية الثقافية. يا جماعة الخير ابتعدوا عن الأحزاب، يا جماعة الخير ابتعدوا عن الحساسيات وعن الفئويات، ما عليكم هالفئة وهالحزب وهالجماعة. ترى الأحزاب اليوم شفتوا الانتخابات وشفتوا الدعايات وشفتوا الإعلان، ما تدري ذولا صح كلام مو صحيح. اليوم يجي مقاول ياخذ له مشروع بمليار يبيع على واحد ثاني ب 800,000، هذا يبيع ابو 800,000 يبيع على واحد ثاني 600,000، ابو 600,000 يبيع على واحد 300,000، ابو 300,000 يشوف انه ما يقدر يبني يبوق الفلوس ويشرد. اليوم مع الاسف الدين صاير ضعيف عند الناس ومعدوم عند الناس، ثقافه ايمانيه ماكو، اكل مال الحرام بكثره عند الناس. لذلك اليوم ترى انه هذا الوعي الديني لما ما موجود يعني السرقات موجوده في كل مكان. ما عليكم بالاحزاب، اليوم سووا برنامج مو شرط تخلي صوره، مع احترامي لكل العلماء لكل المراجع، اليوم لازم يكون عندنا ثقافتنا ثقافه اهل البيت، منطلقنا لازم يكون منطلق اهل البيت، ثقافتنا لازم اليوم نسعى لنشر ثقافه اهل البيت وتوعيه هذا الجيل. هذه الرساله المهمه، هذا المنطلق المهم، الرساله توجه الى الجميع. اليوم ما عليكم بالاحزاب، ما عليكم بالفئويات، الاحزاب ترى اليوم بس مصالحهم. اليوم ايش قد شفتوا شعارات انتخابيه ولكن بالتطبيق، تعال شوفوا هذه الشوارع، ليس هذه الشوارع تعبانه، شوفوا هذه كربلاء اللي لازم تكون جنه الدنيا وهالزوار وهالملايين، تعال شوفوا شوارع كربلاء، تعال شوفوا احياء كربلاء، تعال شوفوا الخدمات، شيء مخجل. والان يتنازعون ويتعاركون يتصارعون على من هو المحافظ، ماكو خجل ماكو حياء، ولكن شيء واحد، طلبوا الدنيا، طلبوا الرئاسة، الملك عقيم، يدورون على المصلحة. ولكن هالناس وهالشعب شوفوا يوم اللي تجي مطرة شي يصير بالناس، الناس كلها بيوتها تغرق ويتكلمون عن البنى التحتية. تشوف انهم مع الأسف هالأموال اللي تجي الميزانية اللي تجي إلى كربلاء لا تصرف إلى كربلاء. زين إذا ما تقدر أنت اليوم مقاولين من بلدك جيب مقاولين من أوروبا، جيب مقاولين من شركات أجنبية مثل بقية العالم. إذا اليوم ابن بلدك يسرق ويبوق جيب الآخرين. الأخت أم زهراء من استراليا الاتصال الأخير، تفضلي أم زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا سماحة الشيخ، صباحك. الله يبارك فيكم، الحمد لله، حياك الله أختي، الله يبارك فيك. ونشكرك على اتصالك من استراليا أيضا. شيخنا ممكن بسألكم الدعاء اليوم تدعي لعيد الإمام الحسين؟ إن شاء الله، إن شاء الله أدعو لكم عند الإمام الحسين إن شاء الله.
معنى يعني سيدنا شيخنا العفو اذا يعني صلاه اليد تدعي لي في مكان الزر لي انا عندي ست بنات واريد ان ولد ان شاء الله ان شاء الله. انظري انتي نعم بكل مكان يعني وين ما تروح يكون هاي ام البنات يا ولد. انظري انه ان رزقك الله ولدا تسميه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل محمد وآل محمد. إن شاء الله سبع الدجيل إن شاء الله. إن شاء الله سيد محمد سبع الدجيل وهذا يوم وذكرى استشهاد صلوات الله وسلامه عليه. أدعو لكم إن شاء الله. أمان الشيخنا أمان الشيخنا أمان الشيخنا لا تستاني أنا صلت ست السابع عزيزهم وأدعو. إن شاء الله. في كل مكان لا تستاني صلاتك في كل مكان. إن شاء الله أدعو لك بالولد الصالح. الولد الصالح إن شاء الله على اسم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله إن شاء الله. الله يجزاك خير، رحم الله والديك شيخنا، موفقين أختي من استراليا. على كل حال هذه رسالة أهل البيت، ونحن من كربلاء المقدسة كل الذين اتصلوا وكل الذين لم يتوفقوا بالاتصال ولكثرة الاتصالات. على كل حال أدعو لكم جميعا في هذه الليلة في زيارتنا إلى الإمام الحسين عليه السلام وإلى قمر العشيرة، أسأل من الله تبارك وتعالى أن يقضي حوائجكم، أن يفرج عن همكم وغمكم. عندكم مرضى الله يمن عليهم بالشفاء العاجل، اللي ما عندهم ذرية يرزقهم الذرية الصالحة إن شاء الله عند الإمام الحسين. مرة أخرى توجهوا إلى هذه القبة الطاهرة، توجهوا إلى أبي عبد الله الحسين، كل ما يصير عندك فرصة في اليوم زور الإمام الحسين ونور قلبك بنور أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ونقول دائما لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. دائما من كربلاء ومن برنامجكم من كربلاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.